مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ الحلقة الرابعة على أمراض الشهور البرد، لكن الحلقة هذه كالحلقة الماضية راح تكون مسجلة، وبالتالي ما رايحش ناخذ الأسئلة اليوم نتاعكم، فالحصة فقط مسجلة، ونبدأ في الأسئلة إن شاء الله في الأسبوع القادم. اليوم راح نشوف في هذا مشكل لاغريب الأشياء اللي الإضافية اللي ممكن نستعملها باش نعالج لاغريب. احنا تكلمنا على التوابل، تكلمنا على الأعشاب الطبية، تكلمنا على بعض الإجراءات اللي يعملها الإنسان في البيت. اليوم راح نشوف الفيتامينات، خاصة اليوم نشوف الفيتامين سي والدي وكيف ممكن تكافح لاغريب. نبدأ بالفيتامين سي. الفيتامين سي نشوف كل الخصوصيات نتاعها. أولا الفيتامين سي هي تتكون عند قاع الحيوانات وعند الحيوان بصفة عامة، لكن عند الإنسان الفيتامين سي تأتي من التغذية، تأتي من الغذاء، يعني من الخضر والفواكه أساسا. هي تدخل طبعا في الجسم ويستعملها الجسم بتاعنا، وبعد لأنها هي هيدروسوليبل يعني تذوب في الماء، يستعملها الجسم بتاع الإنسان وبعد تمشي تخرج من الجسم. لكن الفيتامين هذه حساسة جدا، هنالك بعض الأشياء اللي ممكن يقضوا عليها بسهولة. عندنا أولا الريح، إذا كان الفيتامين مثلا عملنا عصير في الفيتامينات تخلينا الهواء هذاك، ممكن الفيتامين تروح. مثلا ما يزمش نقسمه حبة تشينا أو حبة برتقال أو طماطم ونخلوهم هكذا بدون ما نأكلهم في الحين، لابد نأكلهم في 15 دقائق اللي يجوا فيما بعد. الفيتامين سي ثاني إذا كانت في الماء راح تبدأ تذهب، وعندنا أيضا الحرارة تقضي عليها. كل ما نطيبوا أشياء فيها الفيتامينات، كل ما نطيبوا الخضر أو الفواكه اللي فيها فيتامين سي، راح الفيتامين سي تزول شيئا فشيئا من الأكل. فلهذا لابد أن الخضر، خاصة إذا حبينا تكون عندنا كمية من الفيتامين سي، لابد أننا نأكل الخضر نية خضراء، يعني ماهيش طيبة. فخاصة لهذا لابد نقوي الأكل تاعنا بالخضر النية اللي هي تاع الموسم عادة، وخاصة في الموسم هذا تاع الشتاء، كل ما ناكل نكثر مش السلطات، كل ما نقوي مدخول الفيتامين سي في جسمنا. فما هي فعاليات او ما هو دور الفيتامين سي عند الإنسان؟ طبعا الفيتامين سي الآن معترف بها أنها تقوي المناعة تاعنا، وعندما تقوي المناعة تاعنا راح لكل أمراض البرد هذه، الأمراض تاع الفيروسات راح إن شاء الله متأثرش فينا، ولكن لابد تكون كمية تاع الفيتامين سي قوية جدا. الفيتامين سي أيضا عندها مفعولات كثيرة أخرى في جسم الإنسان، تكافح الأكسدة، والأكسدة هي باب دخول الأمراض التنكسية لمرضي ديجنراتيف في الإنسان. فلابد أننا نحاول ناكل الخضر الخضراء بدون ما نطيبها بكثرة، ونخلي الأشياء المطبوخة نعطي لها تقريبا 30% في الأكل نتاعنا. في الفيتامين سي أيضا
تحفظ شرايين نتاع الدم نتاعنا، خاصة الجدار نتاع الشرايين، وبهذا تبعد علينا أمراض القلب. الفيتامين سي أيضا تساعد على استيعاب الحديد في جسم الإنسان. والشيء اللي وصلوا ليه العلماء وخاصة هذا دكتور أوتو ووربرغ اللي هو عنده جائزتين تاع جائزة نوبل، وجد بأن الفيتامين سي تكافح السرطان كفاح قوي جدا، فهي توقف انتشار السرطان من جهة، وثانيا تقضي على الخلايا السرطانية. فاللي حب يشوف هذا الجانب يروح يشوف الكتابات تاع المختص أوتو وورغبرغ. في جسم الإنسان بصفة خاصة الفيتامين سي تساعد على تحسين العين، تقوي طبعا الكويرات البيضاء تاع الدم اللي هي الكويرات تاع المناعة، تقوي الهرمونات، وتقوي الغدد اللي ما فوق الكلى تاعنا، والغدد هذه أيضا تاع المناعة. فنشوفوا بأن الفيتامين سي عندها دور كبير في المناعة. وقلنا في الحصص الماضية بأن مشكل لاغريب هو مشكل مناعة، إذا كانت المناعة نتاعنا قوية راح لاغريب ما تخش فينا كثير. الشيء الآخر هو اللي ما قلتوش، هو أن الفيتامين سي تساعد على تقوية الفيتامين أ. الفيتامين أ اللي هي عندها أيضا مفعول في المناعة نتاعنا، عندها مفعول ضد الأكسدة، تحفظ الإنسان من السرطانات، وتحفظ الإنسان من الأمراض المزمنة. فنشوف بأن الفيتامينات هذه تساعد الأخرى، فإذا ما كانتش الفيتامين سي قوية، الفيتامين أ ما راحش تكون قوية أيضا، وبالتالي الأمراض الباب يكون مفتوح للأمراض. ولهذا لابد أننا نقوي من كمية الفيتامين سي. مثلا هنالك بعض الخضر والفواكه اللي تعطينا فكرة على الفيتامين سي. نشوفوا بأن ونشوفوا فيما بعد أيضا بأن المعدنوس أو المقدنوس كما يسميه البعض، في 30 غرام عندنا 72 ميلي غرام من فيتامين سي. الإحصائيات تختلف، ولكن كل الناس يعرفوا بأن المعدنوس هو في الخضر كلها هو اللي عنده أكثر كمية من الفيتامين سي. يجي بعده هذا الفاكهة الكاسيس، ومن بعد البرتقال ب 70 ميلي غرام، وبعد عصير البرتقال، ومن بعد البومبلوموس. فنشوفوا هنا أن جل الخضر اللي فيها الفيتامين هي موجودة هنا في البلدان تاعنا العام ودور، لكن في بعض البلدان موجودة في فصل الخريف. عندنا التشينا أو البرتقال، عندنا المندرين أو اليوسفو، عندنا الليمون لو سيترون، عندنا الليم الأخضر، عندنا البومبلوموس، الأناناس، الكومبيت، الشو. فعندنا كل الكرومبيط الكبير الصغير، عندنا الشوفلور، كلهم فيهم كمية هائلة من الفيتامين سي. مثلا عندنا هنا البرتقال، البرتقال تقريبا يعطينا حبة برتقال تعطينا ما يقرب من 3/4 من الفيتامين سي اللي نحتاجها يوميا، او اللي يحتاجها النظام المناعة نتاعنا يوميا. فالان احنا في موسم الخريف، والبرتقال اللي يكون المفروض موجود، فلابد اننا نكثر من استعمال البرتقال، ناكل البرتقال نقشر وناكل، وإلا نعمل به عصير. لكن يبدو أن عندما ناكل البرتقال بالألياف تاعه يكون أحسن من
العصير بتاع البرتقال عندما نعصر البرتقال. عندنا نعاود نشوف هذا بتفاصيل المعدنوس. المعدنوس هنا تقول لنا الإحصائية هذه جديدة لوكالة الفلاحة الأمريكية، تقول بأن 100 غرام نتاع معدنوس يعطينا 133 ملي غرام نتاع فيتامين سي، يعني كمية هائلة. هذا المعدنوس اللي احنا ما نعطلوش قيمة او نطيبوا به الشربة، لكن في السلطات ما نستعملوش كثير، فلابد أننا نستعمل المعدنوس هذا كثير، لأن عدد أو كمية الفيتامين سي عنده أكثر من البرتقال وأكثر من الكرنبيط، وبهذا يقوي المناعة أكثر من كل الخضر الأخرى، فيقوي المناعة وينزل الالتهابات في جسم الإنسان. وحسب جامعة روستوك في ألمانيا في 2017 يكافح السرطانات أيضا. وكاين الأطباء الفرنسيين الآن كما الطبيب جون كلود لابخاز عنده كتاب لا فيتوثيرابي كلينيك، يقول يستعملوا كثير، هو يشتغل لمدة سنوات في مصلحة لوبيتال بوسيكو في فرنسا مع البروفيسور غينيه لمدة 7 سنوات اشتغل في السرطانات، وكان يستعمل المعدنوس كثير في علاج السرطانات. فهنالك الخضر الأخرى الملونة، كل الخضر الحمراء أو الصفراء أو البنية مملوءة بالفيتامين سي، فلابد أننا نكثر منها ونكثر منها في السلطات أو في الشلاضة، ماشي ما نطيبوهاش، كي نطيبوها راح الكمية تاع الفيتامين سي تنزل إلى درجة تساوي تقريب الصفر. عندنا الكرنبيط بأنواعه، عفوا الصورة هنا ماهيش لازم، أو يعني مقارنة بين الكرنبيط الأخضر والأحمر والشوفلور والشو دو بروكسل، هذا كرنبيط صغير، هذو اللي يتباعوا هنا في أوروبا. نشوفوا الكمية تاعهم مقارنة لتشينا مثلا، تقريب فيه مساواة حسب النوع اللي نستعمله. فالشيء اللي لابد يبقى في رأسنا هو أن الكرنبيط ولا البرتقال ولا تشينا عندهم كميات جيدة في من الفيتامين سي. عندنا بعض الفواكه اللي تأتينا من أمريكا اللاتينية وتأتينا من الهند ومن الصين، كما عندنا الكيوي، عندنا المانجا، عندنا الجوافا اللي المفروض ينبتوا في بلداننا، وفعلا مثلا هنا في أوروبا الكيوي عاد ينبت مليح، ما زالت المانجا موجودة في مصر مثلا، لكن الجزائر تونس والمغرب يقدروا ينبتوا هذا الأشجار المانجا لأن فيها معادن كثيرة، فيها فيتامينات كثيرة ومن بينها الفيتامين سي. ماذا يحدث لنا عندما تخصنا الفيتامين سي؟ عندنا جي هذا المرض تاع السكوربوت، هذا السكوربوت هذا عبارة على أن الدم يبدأ أسنان تبدأ تسيل بالدم، عندنا التعب، فقر الدم يتقوى، وتبدأ العضلات فيها آلام كثيرة وخاصة المفاصل. فإذا الإنسان ما رعاش هذا الحالة راح يعني ما يبقاش على قيد الحياة. الفيتامين سي عندها بعض المشاكل الصغيرة، لكن عندما نراعي الكميات وخاصة إذا جاتنا من الخضر ما فيهش كميات هائلة اللي راح تدينا تسممات، لكن هنالك بعض الأشياء اللي تصير
عند الناس اللي ياخذوا القراصين ياخذوا لي كومبريمي نتاع الفيتامين سي بكثره. فالناس اللي عندهم الحجر في الكلى ياكلوا الفيتامين سي، ياكلوها في الخضر، ياكلوها في الفواكه لا باس، لكن باش ياخذوا الفيتامين سي من الكوميرس وياخذوها لمده طويله راح تدير لهم مشاكل. ف الناس اللي عندهم مثلا الحديد ما مرتفع في جسمهم، هنالك بعض الامراض وين الحديد يرتفع، الناس هادو ما لابدش ياخذوا الفيتامين سي اللي يشروها من عند الصيدليه ولا من لي ماغازان بيو. فهذا الاثنين مهمين جدا. والناس حتى النساء اللي عندهم اللي يكونوا حوامل المفروض ما ياخذوش الفيتامينات كثير من عند الفارماسيان او الفارماسيان الا باذن من الطبيب نتاعهم. هذه كانت الفيتامين سي، شفنا بان عندها دور هائل في المناعه نتاع الانسان، واذا المناعه نتاعنا طلعت يعني مكافحه لاغريب بتكون قويه جدا، وان شاء الله بهذا لاغريب ما ديرناش مشكل. الشيء الثاني اللي وجد الان في السنوات الاخيره الدراسات تقول لنا هو مهم جدا هو الفيتامين دي. الفيتامين دي احنا نعرفوا بانها تذوب في الدهون، ولهذا الانسان المفروض هنالك كميه ما يفوتهاش. عندما ياخذ اشياء طبيعيه ماشي مشكل، لكن اذا بدا ياخذ المضافات الغذائيه تاع الفيتامين سي ممكن يدير المشكل، لابد ما يفوتش الكميه اللي تكون يكون عطاها على العلبه تاع الفيتامين دي. الفيتامين دي ممكن عندها اصل نباتي، وفي النبات عندما تستخرج من النباتات يسموها فيتامين دي 2 ولا ارغو كالسيفيرول، هذه تاع اللي تاتينا من نباتات الخضر والفواكه. ممكن تجينا من اللحوم او وهنا تسمى فيتامين دي 3 ولا كولي كالسيفيرول. هذا الفيتامين دي 3 هي اللي يستعملها الانسان عاده، لكن المصدر الرئيسي للفيتامين دي عند الإنسان هو الشمس. ودوك نشوفوا لماذا في الوقت هذا اللي فيه لاغريب، عندما تكون عندنا لاغريب عدم وجود الشمس راح يكون لنا مشكل. الفيتامين دي 3 هذه هي فيتامين أولية، اون برو فيتامين اللي يخدمها الجلد تاعنا. هنالك بعض الانزيمات عندما تضرب فينا الشمس، الاشعه تاع الشمس تضرب فينا، بعض الانزيمات تتكون الفيتامين دي، والفيتامين دي هذه تدخل في جسم الانسان وتروح للكبد، وثم يوقع لها تغيير اولي، ومن بعد تزيد تروح للكلى، وفي الكلى يوقع لها تغيير ثاني، وبعد هذا ترجع الفيتامين دي اللي يحتاجها الجسم نتاعنا اللي تكون فعاله، وهذه يسموها الكالسيتريول. الناس العامه الكالسيتريول ما صافرين دير ما عنده حتى معنى، لكن الدور اللي كنا نعرفوه الرئيسي نتاع الفيتامين دي هو انها تساعد على تقويه العظام، العظام تاع الجسم كله، العظام تاع الجمجمة، العظام تاع الأسنان، كل العظام في جسم الإنسان الفيتامين دي تقويه. كيفاش تقويه؟ تقويه لأنها الخضر والفواكه اللي ناكلوهم وفيهم الكالسيوم وفيهم الفوسفور، الفيتامين دي راح تساعد على استيعابهم دخولهم في الجسم عبر الدم على مستوى المصران، لان الفيتامين الفوسفور والكالسيوم بيدخلوا في الدم من المصران، فالفيتامين دي هي اللي راح تقوي استيعابهم. ولهذا
احنا نعرف مثلا الكبار السن كل ما الانسان يكبر كل ما استيعاب الفيتامينات تاعو ينقص، وهنا نشوفوا خاصة الكبار السن لابد نعطوا لهم مضافات غذائية تاع الفيتامين دي 3 باش العظام تاعهم ما تبداش تولي هشة. نشوفوا مثلا هشاشة العظام لوستيوبوروز من المشاكل تاعها هو ان العظام تبدا تتفتت، لأن من العوامل الأساسية في هذا المرض هو أن الفيتامين دي ما عندهاش فعالية، أو الكالسيوم ماهوش موجود، أو الفوسفور ماهوش موجود، فيه نوع من عدم استقرار في هذا الميدان. فالدراسات الحديثة تبين لنا بأن الفيتامين دي ما تلعبش الدور فقط في تقوية العظام، بل ولو شافوها بأنها البحوث تقول لنا بأن وجدوا بأن الفيتامين دي عندها دور في تقوية المناعة نتاع الإنسان. فالآن نعرف بأن عندها دور أولي اللي هو يقوي العظام نتاعنا، والدور الثاني الآن اللي نعرفوه هو أن الفيتامين دي تقوي المناعة نتاعنا. كيفاش تقوي المناعة تاعنا؟ وجدوا العلماء الباحثين بأن الخلايا تاع المناعة تاعنا، الخلايا اللي زدنا بها ليمونيتي إني، ولا الخلايا اللي نكسبوها فيما بعد ليمونيتي أكيز، عندهم في الخلايا هذه موجود الأماكن تاع الفيتامين دي، لأن الفيتامينات والمعادن وكاع في الخلايا عندهم أبواب. الأبواب هذه هي اللي كي يجي واحد يعرف بين الباب هذا ديالو والباب هذا ماشي ديالو. فالفيتامين دي عندها أبواب ثم في الخلايا تاع المناعة، ولهذا شافوا بأن العلماء شافوا بأن الفيتامين دي تدخل تقبض أماكنها في الخلايا نتاع المناعة، للينفوسيت بي و تي و لي ماكروفاج و لي سيلول دونتريتيك، كل هذه الخلايا نتاع المناعة تاع الجيش اللي دفع الإنسان كلهم فيه الأماكن تاع الفيتامين دي، والفيتامين دي هي اللي راح تقوي المناعة تاعنا وباش تقتل الجراثيم والفيروسات. فنشوف الآن بأن الفيتامين دي عندها مفعول قوي في تقوية مناعة الإنسان وفي مكافحة لاغريب، في مكافحة الأمراض الأخرى أيضا، لكن احنا نتكلم على لاغريب هنا. فالفيتامين سي والفيتامين دي عندهم دور مهم جدا. فما هي المصادر الرئيسية نتاع الفيتامين دي؟ كما قلنا تقدر تجينا من الخضر، لكن كمية ضئيلة جدا صغيرة. تقدر تجينا من عند الحيوانات، ومن الحيوانات غالب الأحيان جينا من عند اللحم فيه، لكن مشكل مع اللحوم، فيها الدهون اللي ماهيش مليحة، القلايين يدير لها مشاكل، والآن عندنا المضافات الغذائية اللي فيها والكيمياويات اللي يزيدوا يديروا فيها، والكيمياويات تاع إبادة الحشيش وإبادة الحشرات، كل هذه تدخل في اللحوم. في اللحوم تاع البقر نحوها من الطريق، نركزوا اللحوم نركزوا على الحوت اللي فيه زيوت. عندنا السردين، عندنا الصومون، عندنا لامورو، وعندنا تقريب زيت الحوت. الناس اللي يقدروا يشروا زيت الحوت، هو في متناول الجميع، زيت الحوت فيها كمية قوية من الفيتامين دي، فلا بد نستعملها خاصة في هذا الفصل، ونعطيها للأولاد الصغار أيضا باش نقوي المناعة تاعهم. لكن ما عدا الخضر وما عدا اللحوم تاع الحوت اللي تعطينا كمية صغيرة برك، عندنا هو الشمس هي اللي تعطينا الكمية الهائلة، لأن الشمس تضرب في الجلد تاعنا، والجلد تاعنا يخدم الفيتامين دي، وبهذا راح يعطينا كمية تقريب الكمية تاع الفيتامين دي اللي تعطيها الشمس هي تقريب بين 80 و 90%، يعني كمية هائلة.
هائلة. والمشكل الكبير هو أن في هذا فصل الشتاء اللي فيه الأوباء اللي فيه مرض لاغريب ما عندناش الشمس بزاف، وهنا وين يصير مشكل خاصة للناس الأمراض ولكبار السن اللي هما الجسم تاعهم ضعيف وما يستوعبش الكمية الضئيلة نتاع الفيتامين سي اللي تعطيها لنا الخضر واللحوم. فلابد هنا نفكر في مضافات غذائية نتاع الفيتامين دي 3، لأن في فصل الشتاء ما عندناش الشمس كثير. وأنا نحس الإخوة والأخوات خاصة في المغرب الكبير باش يبقوا في الشمس كل ما يكون يوم مشمس إلا ويروحوا يبقوا فيه نص ساعة ساعة باش يستوعبوا الأشياء هذيك اللي هي تكون الفيتامين دي داخل الجلد بتاعنا. فالشمس مهم جدا في تكوين الفيتامين دي. هنالك صورة تعطينا بوضوح أهمية الفيتامين دي اللي جينا من الشمس. احنا نشوفه في الصورة هذه أن تقريب 90% من الكرة هذه هي نتاع فيتامين دي تأتينا من الشمس. الكمية اللي تأتينا من الخضر واللحوم هي ضئيلة جدا، صغيرة جدا. طبعا أنا أقول الشمس يعطينا تقريبا 80-90% من الفيتامين دي نتاعنا. و يقول الناس يعني افتراضا أن باش الإنسان يتخلى على الشمس ويعوض الفيتامين دي بالمكل لابد يأكل كميات هائلة من الحوت، وهذا تقريبا مستحيل. ففي هذه الحالة لابد أننا ننظر للمضافات اللي نشريها من عند الصيدلي ولا في دكاكين دكاكين الأدوية الطبيعية. لنفرض أن ما نبليش بهذا المشكل وتخصنا الفيتامين دي، وش راح يصير عند الطفل ولا عند الكبير ولا عند المرأة؟ راح أولا تبدأنا مشكل هشاشة العظام، اليدين يبدأوا يتقلصوا، العظام تاع الرجلين يبدأوا يتقلصوا، ونولوا في مشاكل نتاع الهيكل نتاعنا، الهيكل يبدأ يطيح، الإنسان يبدأ يتعب كثير، يعود يجول الكرامب، العضلات تاعنا تبدأ توجع، السوسة تبدأ تأكل في الأسنان، هشاشة العظام تاع خاصة تاع دراري صغار تبدأ تتكون، والمناعة تاعنا راح تنقص. احنا شفنا بأن الدراسات الحديثة تقول لنا بأن الفيتامين دي عندها هذا الدور في تقوية العظام، ولكن عندها دور في المناعة. فإذا ما باليناش بتقوية أنفسنا بالفيتامين دي 3 في هذا الوقت، خاصة إذا احتجنا له، فراحين خاصة عند كبار السن وعند النساء الحوامل وعند الناس الأمراض راح تصيرنا هذه المشاكل. فلابد أن نراعي وجود الفيتامين دي. مثلا هنا في بريطانيا عندما الإنسان يوصل لسن 60، الطبيب نتاعو، احنا مسجلين كنا عند الأطباء، الطبيب نتاعو يبدأ يكتب له، يبعث له، يقول له لابد تجي، لابد نعطيك وصفة للفيتامين دي 3. وهذه هنايا النظام الطبي متمكن في هذا وحريص عليه. فالشيء الآخر، إذا كان ما عندناش الفيتامين دي، نشوفوا بأن الكالسيوم الجسم تاعنا ما يستوعبوش، وين يروح؟ يبدأ يروح الشرايين ويبدأ يغلق فيها. إذا بدأت الشرايين تنغلق، القلب يبدأ يمرض، لأن القلب ما يقدرش يضخ
الدم، ومن بعد تبدا الشرايين تتصلب وضغط التعدم يطلع، وثم نبداو في مشاكل امراض القلب ومشاكل الجلطه ومرض السكر والتهابات، وكل الامراض تبدا تمشي وتتفشى في جسم الانسان. هذا لان فيتامين وحده ما عطينا لهاش قيمه، فلابد اننا نراعي هذا، خاصه في هذا فصل الشتاء وين ما عندناش الشمس كثير. هذا فيما يخص الفيتامين سي والفيتامين دي. لكن هنالك اشياء كثيره تكلمنا عليها في الماضي، وهنالك اشياء اخرى نتكلم عليها. العرعار مثلا فيما يخص قضيه لاغريب، انا كنت تكلمت عليه في الماضي. العرعار لو جينيفري عنده مفعول ضد الفيروسات قوي جدا، لكن البحوث ما تحبش تدلنا لهذه القضيه وما حبوش يقولوا لنا عليها. حنا نشوفوا هذا الطبيب فرانسوا جوزيف كازان اللي عاش في القرن الثامن عشر، كتب كتاب سماه تريتي دي بلانت ميديسينال، كتبوه في 1868، ويقول في ذلك الوقت ان تقليديا العرعار كانوا يستعملوه للذيقة أو الربو، يستعملوه على النخمة اللي تطلع من الرئتين، يستعملوه للتراكم المياه والسموم في البطن تاع الإنسان. الناس اللي يكونوا عندهم ضعف كبير جدا يعني سكوليتيك، وكانوا يستعملوه أيضا لأمراض الجلد وأمراض الروماتيزم. وهذا الأشياء ما زال القدامى قالوها، وما زال المفعول تاع العرعار إلى يومنا هذا هو المفعول. لكن المفعول الآخر اللي لاحظناه هو مفعول ضد الفيروسات، ولو أنه يكافح مشاكل البطن، مشاكل الكبد. الآن الدراسات تقولنا بأنه عنده مفعول ضد السرطانات، ويقدر يوقف السرطانات اللي تكون تنتشر، وأيضا يقتل الخلايا السرطانية. هذه دراسات موجودة. لكن عنده مفعول ضد الالتهابات أيضا، يستعمل كما قلت لأمراض الجلد. ولكن الشيء المهم بالنسبة لنا في حالة لاغريب هو أنه يقتل الفيروسات، عنده مفعول قوي ضد الفيروسات. في فرنسا كان هذا الطاعون تاع 1628 اقتل المئات من الآلاف من الناس في فرنسا، وتقول لنا الكتابات بأن المستشفيات في باريس كانوا يستعملوا العرعار، يقبضوا الأغصان تاع العرعار ويحرقوهم في المستشفيات، يديروا أماكن ويحرقوهم، وهذا العرعار يمد بعض الروائح ويمد بعض الأشياء اللي تقتل الفيروسات. احنا شفنا مثلا في الأسابيع الماضية أن البصل عندما نقطعه ونوضعه في غرفة يجلب الفيروسات ليه، هذا البصل البسيط. الثوم تعمل نفس الشيء. وإحنا عدنا هنا العرعار عنده هذا المفعول أيضا ضد الفيروسات. الشيء الآخر اللي لاحظته، وهذا لاحظناه في الكوفيد 19 تقريبا في 2020، في بادية في الجزائر هنالك بعض الناس شفناهم يحرقوا العرعار ويتبخروا في الدخان نتاعو، يحرقوا الغرغار العرعار ويتبخروا في الدخان نتاعو، ويقولوا قول الكوفيد 19 يجي لهنايا. سبحان الله، احنا هنا نشوفوا مقارنة بين مستشفيات فرنسا اللي كانت تستعمل العرعار في داخلها باش يقتلوا الجرثومات تاع الطاعون انذاك، هذا مستشفيات في فرنسا. الان نعرفوا بان الطب التقليدي
الشعبي اللي خلوه هنا أسلافنا ما زال موجود في بعض البوادي، أو ما زالت الناس تعرف استعمالاته. فشفنا الناس هذو في ضواحي، يبدو لي ضواحي الصيف، ولا يحرقوا العرعار في الجانب جانب غابة هكذا، ويتبخروا بال، وعارفين بأن يقول لك يقولوا قول للكوفيد 19 يجينا هنا. سبحان الله، هذه ملاحظة مهمة جدا، لأن احنا نعرف بأن العلم التقليدي إلى يومنا هذا، وهذا يقولوا فيه أطباء فرنسيين كبار، دكتور جون فالني، دكتور جون لابخاز، مولينيه، الكثير منهم الآن، وهم مازالوا البعض منهم مازالوا رؤساء مستشفيات في فرنسا، يقولوا بأن كل ما تعلمناه من عند الأسلاف مازال عنده نفس القيمة. الأسلاف تاعنا وجدوا بالملاحظة، وجدوا بالتجربة، بأن الأعشاب هذه عندها مفعول ضد الجراثيم، مفعول ضد البكتيريات، مفعول ضد الفيروسات. لكن احنا الآن عندما بعض الأطباء يتصدوا لدراسة هذه الأعشاب، يوجدوا فعلا علميا لماذا هذا الأعشاب عندها مفعول ضد الجرثومة الفلانية أو ضد الفيروس الفلاني. مع الأسف المخابر الكبيرة ما تهتمش بدراسة الأعشاب هذه. لماذا؟ لأن الأعشاب موجودة عند مجانا عند كل واحد، وإذا كانت الأعشاب الناس يستعملوها، والدراسات العلمية نتاع المخابر الكبرى تقول لهم والله العرعار هاولي كيقتل الكوفيد 19، يعني هما رايحين يفلسوا، ما يبيعوش الأدوية تاعهم. لكن همهم الكبير هو أن بيع الأدوية ودراسات النباتات ما تهمهمش كثير. هنالك أطباء أو مخابر صغيرة جدا هي اللي تدرس النباتات، وهي اللي تعطينا هذه المعلومات. الشيء الآخر فيما يخص النباتات اللي عندهم مفعول قوي، خاصة على الجهاز التنفسي، وخاصة على الحلق، على الحلق، هي عندما تجي آلام في الحلق في فصل الشتاء. عندنا لي فوي دو رونس، يعني اوراق تاع العليق، في الجزائر يسمى العليق. الاوراق هذه في هذا فصل الخريف لابد الانسان يقطفها ويبسها ويعمل بها تزانات، تزانه او شاي قوي للاوراق هذه، راح تقضي على الالام في الحلق، خاصة في فصل الشتاء عندما تجي الزكام ويجي البرد ويجي لاغريب. أول شيء يقدر يعمل الإنسان هو يروح يستعمل أوراق العليق. الأوراق العليق هي هذه الشجرة اللي تعطينا توت الأكحل. توت الأكحل الأوراق تاعها عندهم قيمة طبية قوية جدا، فلابد أننا نستعملها. العشبة هذه منتشرة كثير في كل المغرب الكبير، فلابد نفكر في الوقت هذا. وقت الخريف هو الوقت تاع القطف تاع الأوراق، في الربيع القطف تاع البراعم، والبراعم عندها نفس المفعول. فعندنا في نخير في وقت الربيع نقطف البراعم، نيبسها ونستعملها كشايات. في وقت الخريف نقدر نقطف الاوراق نتاع العلايق ونعمل نيبسها ونعمل بها شايات ايضا، عندها مفعول قوي جدا. مشاهدينا الكرام، هناك أشياء أخرى ممكن نتكلم عليها في المستقبل. عندنا معادن كالنحاس والذهب، وخاصة الفضة. الفضة عنده مفعول قوي ضد كل الجراثيم وضد كل الفيروسات، فنشوفوه إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين. فدمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.